أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في العنوان الأول لدينا: حنان الفتلاوي تهاجم مؤتمر الكويت وتبرر اتصالات السياسيين ولقاءاتهم لقاسم سليماني. في العنوان الثاني: النائب جوزيف سليوة يتحدث عن بعض النواب في البرلمان والذين لم يحضروا جلسة واحدة منذ استلام المنصب. وفي العنوان الثالث: أهالي محافظة المثنى ينظمون اعتصاما مفتوحا وإضرابا عن الطعام حتى تتحقق المطالب بالعدالة والإفراج عن باسم خشان. نضيف هنا أن قسم الأخبار في قناة الرافدين قام بالتحقق من بعض الأخبار المتداولة عن الإفراج عن باسم خشان، وتم تأكيد هذا الخبر قبيل تسجيل هذه الحلقة. أيضا لدينا في العنوان الرابع سيكون معنا: كارثة صحية تطال الحيوانات في العراق، صحفي يوثق حالة نفوق آلاف الدجاج بسبب العلف الحيواني الفاسد في محافظة المثنى. أهلا بكم من جديد. مجموعة من الأخبار التي سنعرضها في أول خبر، طبعا مجموعة من المقاطع. في أول مقطع لدينا هو هجوم من النائبة حنان الفتلاوي لمؤتمر إعادة إعمار العراق الذي انعقد في دولة الكويت. وصفت النائبة الفتلاوي المؤتمر بأنه فقاعة، وهو مجرد محاولة لتجميل صورة العبادي قبيل الانتخابات. وتقول كذلك إن المبلغ الذي حصل عليه العراق هو نقمة وليس نعمة. فلنشاهد. ترى مؤتمر الكويت كله برغم الهالة الإعلامية اللي سوتها الحكومة لا يعدو كون فقاعة لرفع الرصيد السياسي للعبادي. الجهات اللي تريد تكرر العبادي ولاية ثانية سوت لنا هذا العالم كله مجمع العبادي. شوف الفتافيت الفلوس اللي جت للعراق شنو؟ جايب لي 30 مليار قروض، هاي يعني بس تعتبرها نعمة على العراق؟ نقمة على العراق. أنت الآن الحكومة أرهقت البلد وأرهقت مصير الأجيال. ما قروها ال 30 مليار بعدهم يعني ما قروها وما قروها 30 مليار قروض، القروض يعني شنو انت الان؟ هو العراق غرقان بالقروض، شنو الحكمه؟ انا اجيب قروض اخرى ميسره مو هو قرض واجب السداد اليوم او باكر او عقبه، انت مديون 126 مليار دولار الان البلد. انت من دايم بيهم؟ كل العبادي 126 وقت هاي الحكومه الديون زادت العشوات، ليش احتياط البنك المركزي وين نزل شو وقت؟ من 88 الى 38 بزمن من؟ مو بزمن هاي الحكومه الديون زادت، القديمات مال الكويت لربما او نادي باريس ودنش كلها هاي قروض داخليه وخارجيه صارت الان اقتراض. فبالتالي طبعا نوضح مشاهدينا الكرام ان هناك الكثير من الشعب العراقي يختلف مع النائب الفتلاوي ومع كثير من النواب، ولكنه ربما هنا يتفق في بعض او مع بعض مما قالت، وهي قضيه النقمه وهذه الاموال هي مجرد اعباء مستمرة على كاهل المواطنين، على كاهل العراقيين والأجيال القادمة، لأن بها فوائد كثير من القروض التي قام بها العبادي، سياسات خاطئة اقتصاديا أدت إلى هذا الوضع، إلى أن يعقد هذا المؤتمر وغيره من المؤتمرات الأخرى. ولكن حنان الفتلاوي هي جزء من هذا النظام، هي جزء من هذه السلطة، هي جزء من هذه الأحزاب، هي شريكة بهذا الانهيار الاقتصادي الذي يحدث الآن في العراق. هجومها هذا غير مبرر، غير أنها يمكن أن توصف بأنها مضاربات قبيل الانتخابات ما بين السياسيين، اختلافات وتشنج بالتصريحات، ولكن الواقع يقول بأنها كعكة كما هي قالت في وقت سابق يجب أن تتقسم بالتساوي على جميع السياسيين الموجودين في السلطة. نكمل مع حنان الفتلاوي في مقطع آخر: تطالب أن يمسك العراق شخص يؤمن بالعمل المؤسساتي، وتثير كثيرا من التساؤلات حول هوية هذا الشخص بعد أن جرب العراق حكم الفتلاوي ومن معها من أحزاب لمدة 14 عاما. فلنشاهد. فشنو مواصفات رئيس الوزراء اللي تعتقدين به يجب أن يحكم العراق؟ شخص يؤمن بعمل المؤسسات. شو اكو واحد مليون أي مؤسسات؟ ليش شغل مؤسسات دولة شغل مؤسساتي؟ ليش؟ وين المؤسسات بالقضية؟ كل واحد يجي يجيب ربعه ونصبهم، هذا يدعمه يبقي بمكانه، هذا ضده يطلعه. هسه اليوم شوف اكو تغيير لقائمه مجلس امناء، ليش غيروا؟ لان فلان مرشح بقائمه
المالكي. المالكي لازم يطير. زين مجلس امناء هيئه الاعلام والاتصالات مخلصه فترتهم صار لهم كم شهر، وانا كاتبت لك يا العبادي قالت لك دول المده القانونيه مالتهم خلصت، ودازه كتاب لوزاره الماليه قايله المده القانونيه مالتهم خلصت وماكو اي سنه القانون لرواتبهم، ليش ما غيرهم؟ لان بيهم الاشخاص خلينا نقول توجههم قريب من عنده داعمين له. فهي وين عمل المؤسسات؟ عمل المؤسسات انه انا اي منصب يفرغ اجيب بيه شخص من حزبي، هذا عمل المؤسسات؟ تفرغ امانه، تفرغ نزاهه، حزبي وكفؤ شكو بيه؟ بس حزبه بيئه كفاء، هالعراق كله ما بيئه كفاء. هسه الاقربون اولى بالمعروف خلص. يعني يفتح باب الترشيحات قدموا يا مواطنين، بالنتيجه تطلع النتيجه في سين من الناس ينتمي للحزب الفلاني. ماكو عمل مؤسسات، الكفوء ماله ماله حظوظ في هذا البلد. فعلا صدقت عندما قالت الكفوء ليس له مكان في هذا البلد. يتحدث المواطن العراقي عن الكفاءات، تتحدث الكفاءات العراقية التي هجرت، التي اغتيلت، التي تم الإدلال بمخبر سري أو غيرها، أو فرق الموت الموجودة في العراق، أو التي تم ملاحقتها حتى خارج العراق. هذه هي الكفاءات العراقية التي تمنع أن تتواجد، ولذلك من يتواجدون الآن هم يثبتون بحديثهم كما يقول المواطن العراقي أنهم ليسوا أكفاء ولا يستحقون التواجد في هكذا منصب أو في غيره من المناصب الأخرى. نستمر مع حنان الفتلاوي أيضا بنفس الخبر ولكن بقضية مختلفة قليلا. النائبة حنان الفتلاوي تتحدث عن اتصالات أغلب السياسيين في العراق والالتقاء بقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني للتشاور معه والتفاوض، وهنا نسأل التفاوض على ماذا؟ فنشاهد. وليش ما احكي ويا سليماني؟ شو سليماني؟ شنو المشكله اذا حكيت وياه؟ يا سياسي، سياسيين السنه يتصلون بسليماني، خليني احكي لك. شوف هسه هاي ليش اسوي مثل قصه خميس الخنجر ويظلون يولولون عليها علي بيها صار لهم 8 سنين، تالي خميس الخنجر رقم واحد في قائمه في بغداد، اتحدى واحد مشورب منهم قام اعترض على خميس الخنجر. الان راح يقعد وياهم يفاوض، راح يصير نائب وياهم ويجوز يقوى وزاره لو رئاسه جمهوريه. اتحدى واحد من ذول الفحول الابطال الزينين يروح يعترض يقول ليش قميص الخنجر نزل؟ مو يطبلون علي صار لهم 4 سنوات 8 سنوات. نفس القصه الان، الكل يتصل بسليماني والكل يجلس مع سليماني والكل يتفاوض مع سليماني وعلاقاتهم طيبه، بدءا من الاكراد، من الحزب الديمقراطي الكردستاني الى الاتحاد الوطني الكردستاني الى التغيير الى اتحاد القوى بكل مكوناته. واتحدى واحد يطلع يقول هذا الكلام غير دقيق، الى المكونات الشيعيه كلها، من التيار الصدري الى المجلس الاعلى الى الدعوه الى الحكمه الى 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 العصائب الى بدر الى الجميع. ليش عليهم حلال من توصل يمي؟ بعض الكلام يخفي بين طياته الكثير من الحقائق. موضوع التفاوض، ما دخل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الايراني والمصنف ارهابي دولي، ما دخله بالعمل السياسي وبلقائه مع السياسيين المفروض ان يسمون بسياسيين؟ ما دخل شخص عسكري مشغول بعمليات القتل وإراقة الدماء خاصة في العراق وسوريا أن يتدخل ويتم التفاوض معه؟ طيب التفاوض على ماذا؟ سؤال يطرح. القضية الأخرى هي قضية تأكيدات تأتي من بين طيات هذا الكلام وكثير من تصريحات السياسيين الأخرى أن إيران تتحكم بالمشهد السياسي في العراق، طبعا بمباركة أمريكية لهذا المشهد، بمباركة أمريكية لشخصيات معينة أن تستمر وتتواجد. وهذا كلام أكده في وقت سابق نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي الذي تحدث بكل صراحة وقال في عام 2010 بعد أن فازت القائمة العراقية حصل المالكي على المنصب على الرغم أنه لم يفز، ولكن الموضوع تم بأوامر أمريكية إيرانية في السفارة الأمريكية في بغداد. ننتقل إلى موضوع آخر ليس بعيدا، مرتبط ارتباط شديد بقضية السياسيين. النائب جوزيف صليوة تحدث عن بعض البرلمانيين الذين لم يحضروا جلسة واحدة من جلسات البرلمان منذ تسلمهم لمقعد في البرلمان ولمدة 4 سنوات، كان التغيب بحجة المرض. فنشاهد. مجلس النواب العراقي وإلى آخره، أنا في مجلس النواب العراقي وعدنا نواب من بداية إلى هذه اللحظة لم يحضروا بحجة تقارير طبية بأنهم مرضى وإلى آخره، ولكن من تشوفه برا لابس لابس وكاشيخ ومفتح وإلى آخره. طبعا استمعتم إلى هذا الكلام، كلام لا يحتاج إلى توضيح وإلى شرح، ولكن نريد أن نضيف بهذا الملف، ملف السياسيين بشكل عام، نقطة مهمة أن ربما هذه النماذج
توضح أكثر حقيقة الشخصيات الموجودة الآن في العراق، حقيقة الشخصيات التي تتبوأ المناصب السيادية كانت وزارات أو غيرها، أو الذين تسلموا كراسي أو مقاعد في البرلمان. هذه هي الشخصيات، يأخذ أصوات الفقراء والأيتام والمساكين والأرامل والمهجرين، يأخذ أصوات هؤلاء ويقوم بعد ذلك بعمل صفقات ومكاسب شخصية لنفسه، وحتى لا يحضر لطرح قضايا متعلقة بهؤلاء الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل والمهجرين والمعتقلين، لا يهتم لهذه الأمور. هو وصل إلى هذه النقطة، اطمأن على نفسه أنه باق في هذا المكان لمدة 4 سنوات بحصانة ومخصصات، انتهى الموضوع، ينتظر للسنة بعد 4 سنوات أن تمضي، ينتظر للفترة الانتخابية القادمة ليقوم بفبركة جديدة عن طريق تغيير اسم حزب أو الانضمام لحزب آخر من أجل الدخول بنفس الطريقة لنفس البرلمان طبعا وبنفس الأسلوب. نتمنى أن يعي الشعب العراقي هذه المشكلة. في الموضوع الثالث، أهالي محافظة المثنى نظموا اعتصاما مفتوحا تخلله إضراب عن الطعام، طبعا الهدف هو حتى تحقيق العدالة والإفراج عن الناشط المدني باسم خزع الخشن. كما ذكرنا في بداية هذه الحلقة، بعد أن تم تداول من بعض المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية خبر إفراج عن باسم خزعل خشان، قسم الأخبار في قناة الرافدين قام بالاتصال بذوي باسم خزعل خشان طبعا، وتم تأكيد هذا الخبر فعلا أنه تم الإفراج عنه. بداية دعونا نشاهد هذا المقطع المتعلق بقضية الاعتصام. اليوم نحن وسط مدينة السماوة، كما تشاهدون خلفي تبدأ الاعتصامات والإضراب عن الطعام. ينضم معي الشيخ حاكم خزعل، تحدث لنا عن اعتصاماتكم اليوم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما زالت قضية الأخ ناشط باسم خزعل خشان تتفاعل وتتسع، وهم الأخوة الناشطون المدنيون من محافظات أخرى يأتون إلى محافظة المثنى ويعلنون اعتصاماً وإضراباً عن الطعام حتى إطلاق سراح الناشط المدني باسم خزعل خشان، وسيكون هذا النشاط مستمر ومؤازر من أبناء محافظة المثنى، وستوافد كثير من الشباب لمؤازرة المعتصمين في اعتصام الأمعاء الخاوية التي هذه الاعتصام وهذه الفعالية وهذا النشاط سيكون صوت عالي يصل إلى أرجاء العالم، يفضح الفاسدين ويكشفهم ويتحداهم. ستستمرون بهذا الاعتصام شيخنا؟ نعم، هذا الاعتصام مستمر، الأخوة مصرون على الاستمرار حتى تلبية المطالب. شكرا جزيلا. طبعا في البداية نهنئ عشيرة البركات وكل آل بني حتشيم في محافظة المثنى لوصولهم إلى نتيجة طبعا بعد هذا الاستمرار بالتظاهر والاعتصامات والشجب والاستنكار والتصعيد في المواقف إلى أن تحقق هذا المطلب الرئيس طبعا بالنسبة لهم، وهو الإفراج عن ناشط المدني باسم خزعل الخشان. ولكن العراقيون يتمنوا من عشائر البركات أو بني حتشيم بشكل عام ومن كل أهالي المحافظات وعشائر المحافظات الجنوبية والوسطى أن يتضامنوا ويكرروا هذه الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات لقضايا أكبر من ذلك، قضايا لا تتعلق بفرد واحد فقط وإنما تتعلق بحياة عراقيين، ملايين العراقيين المهجرين والنازحين والمعتقلين والأيتام والأرامل والمشردين الذين يأكلون من المزابل في هذا الوقت. يتمنى العراقيون من هذه العشائر الأصيلة أن تضاعف من هذا الموقف ويستمر التظاهر والاعتصام لقضايا أكبر، قضايا لا تتعلق بالخدمات ولا تتعلق بشخص معتقل أو شخصين، قضايا تتعلق ببلد كامل يضيع بسبب نفس السياسات التي أدت بباسم خزعل بسبب كشفه لبعض الحقائق أن يوضع بالسجن. ملايين وضعوا بالسجن وملايين هجروا وملايين قتلوا. يتمنى العراقيون طبعا أن يرتفع هذا الموضوع لقضايا أكبر. نستمر في محافظة المثنى في خبرنا الرابع. الصحفي حيدر الحمداني وثق حالة فساد وإهمال أودت بحياة آلاف الدجاج. الآن نتكلم عن الحيوانات. طبعا الموضوع بسبب العلف المسموم والذي تتحمل وزارتا التجارة والصحة وزره لسماحهما بدخول هكذا نوع من العلف إلى العراق، فلنشاهد.
السلام عليكم. اليوم لولا انه النفوس والضمائر الحيه بعد هي تشتغل عندنا لما رصدنا هاي الكارثه بحق الانسانيه، كارثه بحق الحيوان ايضا. اليوم احد المواطنين ابلغنا انه هناك دجاج مسمم في المثنى، وهناك الاف دجاج قتل بسبب هذا السم. فعلا جينا لاحد الدواجن اللي موجوده بالمحافظه ولقينا 12000 دجاجه، 11000 منهن ميتات بسبب السم، و1000 جاي راوح مثل ما جاي تشوفون، جاي راوح مكانه يعني خلال ساعه او ساعتين يموت. شنو السبب؟ راح نلتقي بصاحب هذا المكان اللي راح يحدثنا اكثر عن سبب وفاه هذا الدجاج. شنو السبب؟ اللي صار علف جبت من السماوه، علف طلع من علف السمم. هاي بس علي لصوتك. هاي ثالث وجبه اجيبنها، العلف طلع من السمم، وثالث وجبه اجيبنها. يعني ثالث وجبه ايش قد هسه لحد الان عندك 100 دجاج؟ يعني خسرت ب 100 مليون والله. لا احسب هذا الدجاج ايش قد، ايش كم دجاجه؟ 12 دجاجه، 12000. 12000 على ثلاث وجبات؟ على ثلاث وجبات نفس الحاله ونفس ابو العلف. اخر شيء فحصت لقيت الغلط، وين الغلط؟ بالعلف مسمم. العلف منين يجيبونه؟ من السماوه. وبالسماوه منين يجيبه؟ ويجيبه من الحله. وانت وين فحصت؟ فحصت بالسماوه قالوا له ما بيش. فحصت بالسماوه قالوا ما بيش. رحت للحله قالوا تسمم ذب العلف. دوم هيك مختبراتكم شنو هاي؟ فاحصين وماكو؟ زين هذا الدجاج شلون ميت؟ بفلاونزا مثلا؟ قولوا لنا لو بيسم، العلب بيسم، لو اكو فلاونزا مال طيور سبب هذا الدجاج هسه جاي يموت. وفحصت في الحله وقالوا لك شنو؟ قالوا له تسمم غير العلف، علفه كله غلط. كله وين حجي؟ الله ارفع لي اياها حجي. شوفوا شنو بقى. الله يقبل حتى الكافر من يشوف هذا المنظر ما يقبل فيه. الصحه وين؟ البيطره وين؟ الرقابه وين؟ زين هسه هذا اليوم الرجال ابن الحلال وبلغنا وقال تعال عم صوروا الكارثه هاي. زين اكو دواجن يجوز غيرها جاي يبيعونه بالسوق، جاي ينزل بالسوق. زين هذا مسمم الدجاج، يعني اللي ياكله يتاذى لو ما يهمكم. ويا من تحكي، ويا من تحكي. وين هاي المنطقه؟ هاي المنطقه الداحره. الداحره منطقه الداحره حق الجبار عبد السلام. جاي تسمعون يا حكومة، يا صحة، يا بيطرة، يا زراعة، 12000 دجاجة ميتة جاي يشوفون منظرهن بسبب العلف. وإذا أنتم فاحصين العلف وقالين ما بي شيء، يعني يجوز أكو أمراض أخرى ما جاي نعرفها شني. فحياة المواطن هاي إذا ما تهمكم حياة المواطن، فحياة هاي الدجاج خطية اللي يتبقى من عنده. ارحموا الناس حتى الله يرحمكم إذا كنتوا تعرفون الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في فقرة أراكم. حجر الأساس لأكبر مجمع طبي للتحليلات المرضية وضع هذا الحجر منذ 3 أعوام. دعونا نتابع صور هذا الصرح العظيم. في عهد دولة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي وبرعاية معالي وزير النقل المهندس باقر جبر الزبيدي ومحافظ البصرة ماجد النصراوي، تم وضع حجر الأساس لإنشاء أكبر مجمع طبي للتحليلات المرضية في منطقة المعقل بتاريخ 1/2015، أي منذ 3 أعوام. انظروا إلى هذه المزبلة مشاهدينا الكرام، أجلكم الله. طبعا كما تلاحظون الموضوع لا يحتاج إلى مزيد من الشرح ومزيد من الوصف. هذا صرح، وفي عهد دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير النقل ومحافظ البصرة، وكل هذه الشعارات والمسميات لهذا الصرح. أين أموال هذا الصرح؟ متابعة التعليقات التي جاءت على هذه الصور. مونا يقول هذا المشروع المزيف اللي حاله حال بقية المشاريع الخيالية اللي بس نسمع بيها ونشوف إعلاناتها. في تعليق آخر، هاني المظفر يقول باقر جبر وزير النقل والمشروع تحليلات مرضية جاب النقل على الصحة. سؤال وجهي جدا. أبو حسين يقول أنا حسبالي قبر، أهم شيء الزبالة ليم المشروع. فعلا من يلاحظه لأول مرة يتوقع أنه قبر.
وردة تقول شر البلية ما يضحك، قصدهم الزبالة، هذا المشروع الضخم مزبلة. وأيضا ضمن التعليقات التي جاءت، حيدر يقول هذا المشروع مختبر للتحليلات المرضية، أرادت المواني إنشاءه ولكن وزارة الصحة اعترضت على المشروع. لا تبرير، لا تبرير. وعلي يقول هذه أو هذا هذه مباقة فلوسه وما اشتغلوا به. طبعا معظم الشعب العراقي سيرى هذا التفسير هو التفسير المنطقي. نراكم بعد قليل. في فقرة هاشتاغ وسم انتخابات 2018 في العراق تحديدا، وسم عراقي، نتابع التغريدات التي جاءت على هذا الوسم. علي يقول الأغلبية المثقفة تدعو للمشاركة في الانتخابات، وهنا أقف وأتعجب على ثقافتهم أو ما يدعون. فهل من العقل أو المنطق انتخاب وجوه تكررت لمدة 15 سنة ولا بديل لهم؟ سؤال. في تغريدة أخرى أحمد العراقي يقول القوائم الكبيرة وضعت أصحاب الكفاءات والشهادات في آخر القائمة، وتم وضع الحيتان الكبيرة في المقدمة لغرض الاستفادة من أصواتهم، وبعدها يقول لك سانت ليغو. في تغريدة أخرى علي يقول متى يعترف السياسي العراقي بفشله ويحيل نفسه على التقاعد؟ أما منافع السلطة أهم من مصالح المواطنين. موفق الربيعي يستحيل أن يترك هذا المكان يا أخ علي. عمر يقول ديمقراطية العراق مختلفة عن أمها الأمريكية، عن أمها الأمريكية، أكثر من 200 حزب يتصارع على تمثيل 38 مليون عراقي، حزبان رئيسيان في الولايات المتحدة لتمثيل 322 مليون و 983 ألف مواطن تقريبا في الولايات المتحدة، حزبان رئيسيان الجمهوري والديمقراطي فقط، وفي العراق أكثر من 200 حزب. هذا هو التشظي، هذا هو التشظي الذي تسعى الولايات المتحدة أو التي نشرته طبعا في العراق منذ أن دخلت إلى هذا البلد كمحتلة وغازية. نراكم بعد قليل. مشاهدين الكرام، في فقرة بعد الهاشتاج مواضيع متنوعة. خشب العود نوع نادر منه بوزن 16 كيلوغرام يعادل سعر 80 سيارة فيراري، فنتعرف على أغلى خشب عود في العالم. وفي آخر مقاطعنا القارب الذي لا يغرق، دعونا نشاهد.
وفي الختام شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.